مرحبا بكم من جديد. ويعني عايزه اقول لكم انه دايما العلاقه بين الرجل والمراه بتكون فيها كده شويه مشاكل وعمرنا ما سمعنا انه في راجل وامراه اتفقوا مع بعض على حاجه، دايما بيبقى مختلفين. يعني حتى لو اتفقوا على حاجه نلاقيهم اختلفوا على حاجه تانية. دايما العلاقه فيها كده شويه مشاكل او فيها عدم اتفاق، فيها اتجاهات مختلفه، سواء هما بيتفقوا على حاجه ممكن او هما بيربوا الاولاد، نلاقي دايما كده يعني مفيش اتفاق دائم بينهم. العلاقه دي يعني يمكن تكون يعني بمشاكلها كده هي ازليه وملهاش يعني لحد دلوقتي محدش لقى لها حل انهم يبقوا متفقين 100%. طبعا مفيش اتنين زي بعض، لكن على الاقل يبقى في اتفاق يقرب المسافات شويه. ازاي بقى يبقى في يعني فن تعامل بين الرجل والمراه وفن اداره العلاقه بين الاتنين؟ ده اللي هناقشه معاكم النهارده. ومنورني النهارده استاذه سحر السلموني، مدرب فن الحياه. استاذه سحر برحب بيكي. اهلا بيكي. عامله ايه؟ المشاهدين اهلا بيكم. الحمد لله تمام. منورانا. وخلينا كده نبتدي على طول بتعريف يعني فن اداره العلاقه. هو المصطلح كبير شويه، بس يعني ايه فن اداره العلاقه بين الرجل والمراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو كل حاجه في الدنيا مهاره تكتسب. تمام. فما ان هي مهاره اذا فيها ابداع. تمام. والابداع جاي من الفن. تمام. فانا النهارده عشان ادير العلاقه اللي بيني وبين هنقول في البيت الاول بابايا، هنقول في البيت الاول اخويا، هنقول صديقتي، هنقول زميلي في الشغل، زميلي في المدرسه. تمام. سواء الكلام ده خاص بالرجل او المراه. تمام. يعني عايزين نقول ايه كده ونعكس ازاي هو كمان يدير هذه العلاقه. احنا لغايه دلوقتي لسه بره، ما دخلناش في الزوجين. تمام. فاساسا العلاقات بين الناس بتحتاج الى شويه حاجات، شويه عوامل لإنجاح العلاقات. سواء في عمل، سواء في بيت، سواء في تربية، سواء في سلوكيات، بتحتاج لنوع من أنواع العطاء والأخذ. تمام. وأنا بدأت بالعطاء لأن دايما الست ربنا خلقها عندها حتة العطاء أكتر. وهي ربنا خلقها ده في التكوين بتاعها، لأنها عاطفية مثلا. فعندها عطاء أكتر. ومين قال إن الراجل مش عاطفي؟ لا، هو دايما بيتقال ان الست عاطفيه والراجل بس الراجل عاطفي بعقلانيه. لا بس استحاله يبقى زي المراه، استحاله يعني بصي هي مشكله احنا عايزين نقول الجديد فيها. ليه؟ لان كل الناس ناقشتها وكل الناس قالت كل واحد طبعا علماء النفس قالوا كلام وعلماء السلوكيات قالوا كلام وكل واحد ربنا اداله فكر يتكلم في القصه دي اتكلم فيها من وجهة نظره. تمام. فاحنا عايزين نلم كل وجهات النظر دي ونقول للناس فكرة جديدة. خلينا، عمر الراجل سأل نفسه انت فاهم المرأة ولا لأ؟ فاهمها كأسلوب تفكير، فاهمها يعني ككائن، ككائن وأسلوب تفكيرها، ككائن بقى على بعضه. بين انها بتفكر ازاي، بين ايه متطلباتها، ايه احتياجاتها، ايه حقوقها عليك. طب ايه الواجبات اللي المفروض تقوم بيها. تمام. طب عمر الست سألت نفس السؤال، هل انت فاهمة الرجل؟ الراجل بالنسبه لك يمثل ايه؟ انت فاهمه الراجل بيفكر ازاي اساسا؟ طب انت عندك استعداد انك تتفهميه حتى لو انت مش فاهماه؟ تجدي مساحه وسطيه بحيث ان احنا نقدر نتعامل مع بعض ونتعايش مع بعض. طب تعالي نقول ازاي الطرفين يفهموا بعض. يعني هو خلينا نبدا الاول، الراجل ازاي يفهم المراه؟ يفهمها ازاي؟ كويس. هو عنده في البيت ماما. فهو بيعتقد ان كل ست بره هي ماما او شبهها، يعني في اسلوبها او شبه اخته. تمام. ودايما يعمل مقارنه ما بين الوضع اللي في البيت والوضع اللي بره. تمام. فاحنا عايزين نقول لهم الاول لازم تفهموا ان مفيش ست زي التانيه. مفيش احتياجات ست زي التانيه. عندنا كونسبت عام بيقول ان هذه انثى، ولكن كل انثى مختلفه عن الاخرى. تمام. فانت قدامك كيس، قدامك حاله، ما ينفعش تقارنها، ما ينفعش تقول هي ليه مش شبه فلان. ما ينفعش انت تصور لنفسك صورة ذهنية عن الشخص اللي قدامك نتيجة لمرجعياتك السابقة في علاقتك في محيط النساء في حياتك، اختك، مامتك، خالتك، وتبدأ تشوف نفس هذه الصورة فيها وبعدين تحملها مسؤولية ان الصورة دي مش موجودة. هي اوريدي حضرتك رسمت لها صورة مش موجودة اساسا. تمام. انت ما حاولتش ان انت تجرد نظرتك من الصوره الذهنيه اللي عندك وتشوفها هي زي ما هي كده بحقيقتها. او يعني هو بيعمم الصوره اللي هو عايش معاها في البيت على اي امراه على اي امراه اخرى. فبالتالي
لو لفظت كده ما انا مامتي ما بتلفظش كده، فده بقى عندي في مرجعيتي خطأ. تمام. فبالتالي ابدأ اعاقبها انها ازاي تقول ده. تمام. فبيبقى بالظبط هو نوع من انواع ان انت اساسا لازم تتفهم ان اللي جايه دي مش ماما ومش اختك ومش يفصل يعني. طب انا هستاذن حضرتك، معايا اتصال. مدام ريهام، الو. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. من فضلك ممكن اسال الدكتور سؤال؟ استاذه سحر معاكي. بس يا ريت ترد عليا الدكتور، انا بس عايزه اسال سؤال. ايه الحل مع زوج لو شاف اي واحده مهما كانت لازم يعلق عليها، بيقول لي بصي شكلها، بصي عامله ازاي، لو قاعد بتفرج قدام التلفزيون ابصي دي حلوه ازاي، دي لو ماشي في الشارع، لو واحده صاحبتي، رغم ان هو انسان على طول يعني بيصلي، بيتقي ربنا، انسان اصلا كويس وفي شغله كويس، وانا وهو متجوزين على حب. تمام. ورغم ان انا انسانه يعني مش يعني على قدر من الجمال برضو، بس هو لازم لو شاف اي واحده يعلق عليها، وانا الموضوع دوت بيضايقني جدا. هو التعليق ده عايز افهم بس وجهه نظرك، التعليق ده معاكسه ولا مقارنه بينك وبين؟ لا 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 لا، هو مش معاكسه، هو مش معاكسه، هو بيقعد يبص بصي بشكلها حلو، وهي مش عارفه جسمها كده كويس، شعرها حلو، هو دايما بيعلق كده. تمام. دايما. تمام. في اسئله يا استاذ سحر؟ حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي 9 سنين. بقالك 9 سنين؟ كويس. من قبل ما اتجوزوا ب10 سنين. لا يعني انتوا بقالكم مع بعض 19 سنة. بالظبط. تمام. طيب. يعني عديتي المرحلة الأولى والتانية والتالتة. أنا والله أنا عايزة أقول لحضرتك إن هو كمان إنسان ملتزم جدا، وبعدين بيحبني جدا، بس أنا الموضوع ده مضايقني أوي، أي واحدة مهما كانت لازم يعلق عليها ويقول لي حلوة، الموضوع مضايقني جدا. طبعا يعني ما أنت بتحبيه فطبيعي تبقى غيران عليه. أيوه صح. ماشي، بس مش طول الوقت، الموضوع مضايقني جدا جدا. طب أنت بتعملي إيه لما يقول لك كده؟ ما بديش اهتمام. ما بتديش اهتمام خالص. طب ليه مش بتقولي له حلو؟ ما انا مش قادره، مش خلاص، مش قادره عشان بتحبيه. صعبه. بالظبط. تمام. طيب احنا بنشكرك، واستاذ زهر هتجاوبك وتقرب وجهه النظر. بشكرك على اتصالك. يعني هي واضح ان هي بتبقى غيرانه شويه لما بيتكلم مع حد غيره. ده موجود عند بقى. بصي، هو الغيره بالظبط، هي الغيره صفه موجوده في كل انثى، بس هي الغيره مش من انثى، الغيرة من أي حد ياخد منه أي اهتمام. تمام. حتى لو ابنه أو بنته بتاخد منه اهتمام، أحيانا بتلاقي سيدات بتغير من بنتها. بالظبط. في فإذا الموضوع بسيطة. مش موضوع ست أخرى. تمام. الموضوع موضوع إن خد جزء من اهتمامه. أوكي؟ أنا بنصح أي ست، وده بخاطب بيه الستات. كويس قوي إني بقولك في وشك، أحسن يعمل من وراكي. يعني ده أفضل؟ أفضل. أفضل بكتير. فهو بس اوكي، انت في الموقف اللي هو بس فيه ده، هي دي بقى اداره فن العلاقه او فن اداره العلاقه. لو انت قلتي له لا، بيحصل له جواه حاله من حالات العند، فيقول لك لا هعمل. تمام. وهي حاله عند مش مقصوده، هو ما بيبقاش قاصد بيها تماما انه يضايقك، لكن هي عنده تصور في راسه ان هو السيد اللي محدش يقول له انت بتعمل ايه. فرد فعله التلقائي انه بتوصلي انت بدون قصد، وانا عارفه انه بدون قصد، لمرحله ان هو ممكن يعمل ده كمان من وراك. طب استاذ سحر، عشان معايا تليفون تاني، عايزه بس ارد عليها سريعا. يعني هي بتقول ما بديش اهتمام، ده صح لا ولا ايه؟ لا خالص، لازم تدي اهتمام، بس تدي اهتمام معاكس. هو بيعمل كده عشان يثير غيرتك ناحيته، عشان يحس انه مازال موجود في حياتك وما زلتي بتحبيه. فانت كل اللي تعمليه تقولي له حلوه، جميله، ده بصي اللابسه ايه، ولو هو مش شايفها انت تقولي له بص، وبعدين تيجي في وقت اخر وتقولي له انت ترضى ان بنتك تبقى قاعده في حته وحد يعمل معاها كده. ده في وقت تاني، وقت غير اللي هو بيعلق فيه على حاجه، مش في وقتها. تمام. تيجي كده في لحظه صفاء بينك وبينه، بس انت لسه الموضوع في دماغك، تفتحي معاه بصوره اخرى. طيب معانا نهى على التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازي حضرتك؟ ممكن اكلم الدكتوره؟ استاذه سحر معاكي. لو سمحتي دكتورة، هو أنا 3 شهور ارتبطت بزوجي خطوبة وكتب اكتئاب، وبعد كده 3 شهور بس؟ ايه؟ 3 شهور بس؟ 3 شهور بس خطوبة وكتب اكتئاب. يعني ما كانش فيها حب، يعني كان جوازة صالونات. مفيش حب يعني، مفيش على طول يعني. كتب كتاب في شهر واتجوزنا بعدها بشهرين. طب جميل.
فكنت يعني واقفه جنبه على اساس يعني شايل المسؤوليه ولسه في بدايه حياته والحمد لله يعني. بس كان خلال فتره الجواز كل حاجه بيحكيها لوالدته، هو الولد الوحيد على 4 بنات وكل حاجه بينقضني فيها، بعمل له كل حاجه، بضيف كل حاجه. ما انت يا عيني بقى عندك 5 بيقارن بينك وبينه، مش واحده بطريقه غير عاديه بطريقة. أيوة. ماما مخلفة 5، انت مخلفة 2، انت مش عارفة تربي. بابا ما كانش ليه دعوة، بابا كان بيجي بنقعد معاه يوم في الاسبوع، فكل شوية بيضرب لي مثل بوالدة، ماما كانت بتشتغل، كل شوية كده. فهو شخصية تحليلية وانا شخصية شاعرية، لان انا خدت كورس في الانماط الشخصية عشان اعرف ان انا اتعامل معاه، بس خلاص الطرق اصبحت مسدوده معاه. ففي الاخر قال لي لا انت ما تنفعنيش، يعني بعد ما وقفت جنبه بعد 15 سنه من الجواز وانا عايزه اتجوز تاني. طبعا هو حاول يعني بقى معاه فلوس، ظروفه الماديه بقت احسن. طبعا لا انت ما تنفعنيش، هو منفصل عني، هو في بيت تاني وانا في بيتي كمان. بس ده مأثر على حياتي طبعا وعلى ولادي اكيد، لان هو جاف جدا في مشاعره، ما بيقولش كلمه حلوه ابدا، كل حاجه ينقض 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 فيها، مع ان كل يعني كل الناس بيشكروا الحمد لله فيا، وان انا ست بيت شاطره وان انا كويسه. وبعض اقول له يعني حتى لو الشكل معايا او نقدني بقعد انا اكلمه ورافض تماما لغه الحوار، كل حاجه يامرني وينهيني نفس اسلوب تربيته النقد. فانا مش عارفه يعني انا عايزه انفصل، بس لان كمان العيال الولاد متاثرين بسبب تربيته الغلط، ما فيش اتفاق على اسلوب التربيه. تمام، معلش انا طولت عليكم. تمام، يعني هو عشان بس نحدد فكرتك او سؤالك، انت عايزه تعرفي ازاي هتتعاملي الفتره دي. انا بقول له يعني على اساس ان انا تعبت مع الولاد، لان في ازدواجيه في التربيه. طبعا. هو برايي وانا برايي. طبعا. الفترة اللي بيجي فيها انا بكون بعاقبة العيال فيها، هو بيكافئهم فيها. فده مأثر على حالتي النفسية. طب تفتكري هو بيعمل كده بيعند معاكي؟ هو عنيد، وبعدين عشان بعد خلاص ما فضية اهلي يعني قلت لهم على المشاكل اللي بيني وبينه، بس بعد فترة طويلة جدا من الجواز. فازاي انا طلعه غلطان؟ هو عنده حتة كبر وغرور. تمام. طيب مدام نهى انا بشكرك على اتصالك وتابعينا، وشكرا ليكي. استاذ سحر هتجاوبك، يعني هي تعمل ايه في الحاله دي او في الفتره اللي جايه؟ يا عيني عليها. احنا بس عايزين نقول حاجه. عايزين نقول الراجل سلوك والانوثه مسؤوليه. تمام. يعني تصرفات الراجل هي اللي بتحدد لي مكانته فين. والانوثه مسؤوليه، دي كلمه كبيره قوي. ودي تخلي الست عليها مسؤولية أكبر من الرجل. تمام. دايما كنا بنوصف الست زمان إنها عمود الخيمة. يعني إيه عمود الخيمة؟ يعني الست مش هنقول بتتنازل، لكن هنقول إن الست علشان هي دي مملكتها مش مملكة الرجل، فهي اللي بتقود العلاقة. تمام. هي اللي بتقود العلاقة إما للاختلاف والمشاكل، وإما بتقود العلاقة بنوع من انواع الذكاء الاجتماعي توصل بالعلاقه لبر الامان. تمام. مفيش ست تقول لي اصل انا ما بعرفش اتخابس. كل الاسلحه مشروع طالما الهدف هو ان انا احافظ على بيتي. الحفاظ على بيتها يعني كحيله، كطريقه بالزبط. او حيله الحفاظ على البيت. حيله. ومش عايزه اقول حيله. احنا في علم التنميه والتطوير بيقولوا عليها ايه؟ اختيار الالفاظ او اختيار الكلمات اللي اعبر بيها عن الموضوع اللي انا عايزه احله. تمام. لان احيانا اجي اقول لحضرتك لفظ، فاللفظ ده في قاموسك انت حاجه تانية خالص، ويتفهم بطريقه تانية، فهم بطريقه غلط. اجي مثلا احتد عليكي عشان انا منفعل، عندي مشاعر انفعاليه جوايا، فانت تتخيلي ان انا بزعق لك. بالزبط. لان انت في طريقه اسلوب تربيتك ما عندكيش ست بترفع صوتها على راجل. فتقبل الاخر بيبقى مختلف. بالظبط كده. فانا لازم افهم طبيعتك وطبيعه بيئتك، وانت تتفهم طبيعتي وطبيعه بيئتي. طب انا مش الراجل ما عندوش وقت يفهم الست، يبقى لازم الست تقول له فهمني ازاي، ولا هي تقول له بحيله، تقول له بحيله. حتى المثل بتاعنا الشعبي بيقول لك على ما تعودي. بالظبط. ايوه مش كده؟ فعلى ما تعوديه، يعني انت تفهمي
ايه الطريقه اللي عاملك بيها عشان تبقي مبسوطه؟ تمام. توصلي له مفاتيحك. مش تستني ان هو يكتشف مفاتيحك لوحده، مش هيكتشفها، مش هتنفع لوحده، مش هينفع. ليه؟ لان هو دماغه مشغوله بانه يعمل حياه عمليه. تمام. فهو ما عندوش وقت انه يتفهمك. فانت لازم تديله المفتاح علشان يبقى بالسهل ان هو يخترقك. تمام. لكن انت عندك الاهتمامات ان دي مملكتك وده بيتك وده جوزك، فانت اللي عندك المساحه ان انت تتفهمي. فانت اتجوزتيه وعارفه ان عنده 4 اخوات بنات ومامته، فانت عندك 5 حموات. تمام. يعني كتير. فيعني انت لازم تبقي على قدر كبير جدا من الذكاء الاجتماعي ان ممكن بالظبط ان ممكن هم اللي يخلوه يعاملك كويس. تمام. مش هو خلاص. انت فشلتي في التواصل معاه. لا، انت تواصلي مع الستات اللي زيك علشان هم اللي هيخلوه يبدا يعاملك معامله كويسه. تمام. لو انت تواصلتي معاهم ووصلت لهم ان هم مش اعدائك، هم مش ند ليكي وانت مش بتاخديه منهم. تمام. هو برضو كان بالنسبه لهم الراجل الوحيد بتاعهم. فبالتالي عندهم حته غيره ناحيتك، انت خدتيه منهم. بيبقى في غيره طبعا. بالزبط. من ناحيتك. فلو انت وصلت لهم انك مش بتاخديه، بالعكس ده انتوا اخواتي واصحابي. يعني يبقى في قرب بين الاثنين، فهم اللي هيخلوه بيتعامل معاكي كويس. تمام. فانت الجاي ليهم مش ليه. تمام. يعني طيب انا معايا مدام نوح اتصال تاني. الو الو، ما عندنا نوهات كتير النهارده. كتير. الو مدام نوها، سامعاني؟ ايوه. ازيك؟ ازي حضرتك؟ عليكم السلام. اهلا بيك، اتفضلي. الو، انا مدام نوها. بس توطي التلفزيون شويه مدام نوها عشان نسمعك كويس. مدام نوها سامعاني؟ ايوه سامعاكي. طب استاذنك نوطي التلفزيون وتفضلي. ايوه سامعاكي حضرتك. طب سؤال حضرتك ايه الاستاذه سحر؟ كنت بقول يعني على الحياه الزوجيه لما بتكون فيها يعني سلايف وكده. سلايف؟ يعني بيبقى يحصل انهيار ونكد و طب هي عايزاكي بس تحددي السؤال للاستاذه سحر، يعني انت عايزه تسالي عن ايه بالظبط؟ يعني ايه موقفي لو هو عنده اخوات كتيره وبينكدوا عليا في البيت؟ يعني ايه يعني؟ تكبري دماغك. اخواته، اخواته ولا مراتات اخواته؟ لا اخواته 3. يعني اخواته نفسهم. طيب. طب بينكدوا عليكي ليه؟ بيعملوا لك ايه؟ حاجات بسيطة في البيت، ممكن يعني يتخانقوا معايا على الفاضي واللي مليان. يعني مش متفاهمين مع بعض. هو في نفس البيت معاكي يا مدام نهى؟ ايوه نفس البيت. عشان كده في بقى مش عيني عليكي. طيب مش عارفه اعمل ايه حضرتك. هنجاوبك. بشكرك على اتصالك وتابعي استاذه سحر. هو بيبقى صعب قوي انه جدا في نفس البيت بيبقى جدا. لازم يبقى فيه مشاكل اكيد. بس لو انت سياسيه، يعني ايه سياسيه؟ يعني صباح الخير يا 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 اخت جوزي. انت في حالك وانا في حالي. انت في حالك وانا في حالي. ما تشتكيش من جوزك ليهم. ولما يجي يقول لك حاجه عن لسانهم، انت طبعا بذكائك هتفهمي ان هم مدينك حقنه. يعني في حاجه غلط. ساعتها ما تدافعيش عن نفسك. لانك لو دافعتي عن نفسك هو مش هيصدقك في لحظتها. في لحظتها هيبقى هو متحفز لك. فانت ما تجيش ساعه ما تبقى في المشكله اوريدي قائمه وتبداي انت ايه؟ انت عايزه تدافعي عن نفسك، تدافعي عن نفسك في حاله واحده. لو انت فعلا غلطانه. ولما تغلطي اعترف انك اخطأتي. ودايما خلي مشاكلك اللي بينك وبين جوزك ما تخرجش بينك وبين الا بينك وبين جوزك. عمرك ما توصلي اي مشكله جوه البيت لاخت جوزك او لحماتك وتقولي لها صدقي ده عمل، صدقي ده خلى. قدامك هتعمل نفسها مصدقاكي، لكن من وراكي ممكن تسبب لك مشكله. بالزبط. وتقول له بص بتشتكي منك، دي ابسط حاجه. فا يا جماعه عايزين نرجع البيوت المصريه زي زمان. زمان لو نفتكر كده حتى الافلام والمسلسلات القديمه لما كانوا بيجيبوا الرجل والست في البيت يختلفوا في حجره النوم. محدش يسمع بيهم حتى ولا اولادهم. عايزين نرجع القيم دي عندنا. ليه الناس تسمع بيا؟ ليه صوتي يعلى عليك او صوتك يعلى عليا واولادنا يسمعوا مشاكلنا؟ المفروض المشاكل دي بيني وبينك ممكن تتحل بيني وبينك ان لم يتدخل فيها طرف ثالث. تمام.
وهتخلص بسهوله. بالظبط. لكن لو دخل فيها طرف ثالث ما تدخلش اطراف. بالظبط كده، تكون في حالها بقدر المستطاع يعني. لكن جت خبطت عليكي وهتشرب معاكي الشاي، ضيفيها بس من غير كلام بقى. ليس منكم يعني من لم يكرم ضيفه. من غير بس كلام كتير عن احوالها الشخصيه. وانت تتكلمي في احوال، بالظبط انت تتكلمي في احوالك الشخصيه ليه؟ بالزبط. كلمه هتقوليها في ساعه مضايقه من جوزك وهتناقشيها معاها، حتى الموضوع بدل ما مكان كلمه هيكبر يبقى موضوع كبير. طيب انا معايا تليفون تاني، استاذ عروج معانا. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله ظهوركم وكل اوقاتكم بكل خير. يا اهلا وسهلا اول راجل. اهلا بيك، اتفضل. ولكم منا جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع واتاحه الفرصه. طيب اهلا بيك، اتفضل. اولا من ايات الله عز وجل ان خلق لنا من انفسنا ازواجا لنسكن اليه وجعل بينكم موده ورحمه. والرحمه طبعا، فلا بد ان نلقي الضوء على ان العلاقه الزوجيه علاقة مقدسة مكللة بالحب والوفاء وعدم التشاحن، وهو تكامل وليس صراع. تمام. الزواج تكامل وليس صراع. تمام صحيح. وحينما نبدأ تدريب الزوجين على طريقة التعامل، أولا مع حضرتكم أحمد عروق ده وكيل وزارة تربية وتعليم من أرض الجنينة غرب شبرا الخيل. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. فحينما ندرب الزوجين بعد الزواج على كيفية التعامل فهذا متأخر جدا. طبعا احنا لازم ندربهم وهم لسه عندنا. ولكن نعود الى الخلف قليلا وهم اطفال حتى. تمام. ويمكن ان الزوج والزوجة اطفال. التنشئة الاسرية يا جماعة. اكيد. اكيد. القدوة. القدوة يا فندم. القدوة. طبعا. لابد وان احترم زوجتي امام ابنائي. ولا بد ان زوجتي ان تحترم مشاعري امام ابنائي. تمام صح. وزي ما قالت الاستاذه الفاضله صاحبه العلم الوفيد في هذا المجال، ربنا يخليك، لا 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 شك في هذا، ان لابد ان نعود بمنازلنا واسرنا الى القدم، ابي وامي وجدتي وجدي. تمام. وهو التكامل والتفاهم. تمام صحيح. في هذا كمان يا جماعه لابد لا نخفى، لابد ان نلقي الضوء على انه هناك غياب لدور المسجد والكنيسه اللي هو دور العباده عن قيمه الزوج والزوجه، قيمه الحياه الزوجيه. انا اختلف مع حضرتك. هو ده موجود يعني مش ده موجود على العموم هو موجود، بس انا معلش عشان وقت الفقره هي فكره وصلت. فكره حضرتك وصلت. انا بشكرك على مداخلتك معانا. على حسن التواصل. شكرا لك. شكرا على مداخلتك يا فندم. هو اثار نقطه مهمه جدا يعني. بس حابه تعلقي الاول على الكلام ده. هو انا طبعا بشكره ان طبعا كرجل تربوي فهو افاد البرنامج بمداخلته. ميرسي جدا لحضرتك. ان فعلا لو احنا عودنا الولد والبنت من هم عندنا ان انت في يوم من الايام هتبقى زوج. تمام. فلا بد انك من دلوقتي تتعلم تحمي اختك. بالظبط. تحترمها وتحترم مامتها، تحترم رايها. ما تتدخلش في مشاكل بابا وماما لان دي مش مسؤوليتك. بالزبط. دي مسؤوليتهم هم. بالزبط. لو احنا عودناه من وهو في البيت عندنا يعني ايه مفهوم ان الاخت دي شريك، ممكن تبقى شريك في لعبه. ممكن يقوموا هم الاثنين يعملوا لبابا وماما مفاجاه انهم النهارده يساعدوا بعض في تنظيف البيت. ما فيش حاجه اسمها الام تقول للبنت قومي جهزي لاخوكي. اخوكي ده لازم يتعود ان عنده مسؤوليه. بالظبط. ناحيه اداء واجبات وظيفيه، يعتمد على نفسه، يعتمد على نفسه في بعض الاشياء. صحيح. ما تكونش النتيجه ان هو متواكل هنا ويروح في بيت الزوجه يتواكل. صحيح. يعني يبقى في شويه مهام طبيعيه، شال طبقه وسوى سريره، الحاجات الطبيعيه اللي لازم يقوم بيها. حتى انا بدربه لو حصلت ظروف وبقى في غربه ازاي يتصرف، ما يبقاش معتمد على حد. بالظبط. وعود البنت على انها تحترم الرجل. عشان كده قلت لحضرتك الانوثه مسؤوليه. تمام. مسؤوليه يعني ايه؟ احساسي كانثى امتى اتكلم امتى اسكت، ايه الادب بيقول ايه، لما اقعد ازاي، صوتي لا يرتفع ازاي، ضحكتي لا ترتفع ازاي،
الى اخره. تمام. هو على العموم يعني هو للاسف وقت الفقره جري مع حضرتك بسرعه، بس بجد حضرتك يعني افدتينا النهارده ونورتينا وبشكرك جدا استاذه سحر. اشكرك ميرسي جدا، شكرا جزيلا. بشكر مره ثانيه استاذه سحر السلموني مدرب فن الحياه، وبتمنى انتم تكونوا استفدتم من فقرتنا عن فن اداره العلاقه وفن التعامل بين الرجل والمراه. وتعالوا نروح لفقره جديده مع مروه، خليكم معانا.